السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم. عن جو السعادة في كنف الوالدين، موظف المقصور والمنقوص. الأسماء اسم المقصور واسم المنقوص، إذن هي أسماء مسطرة ناريدا. هناك الراعي، الحامي، أنا كلمة معنى، وأخيرا أقصى. الوضعية أو التعبير عن خاصة بر الوالدين، أتمنى أنه ينال إعجابكم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من سورة الروم الآية 21. من نعم الله تعالى الحياة في كنف الوالدين، وجعل طاعتهما من طاعته، وكذلك معصيتهما من معصيته أو من معصية الله، كما أن رضا الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، لقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. سورة الإسراء الآية 23. إذن الوالدان هما مصدر السعادة ومفتاح الجنة والخير كله، فالأب هو الراعي والحامي للأسرة، والأم هي منبع الحب والحنان، ولا يشعر الأبناء بالحماية والرعاية والسعادة إلا بوجودهما، ولا معنى للحياة بدون رضاهما ورضاهما. فإن السعي للإحسان إلى الوالدين من أقصى العبادات وأفضلها، وإكرامهما يوطد العلاقات ويحافظ على تماسك الأسرة وسعادتها. هذا هو التعبير الخاص ببر الوالدين. وفي الأخير أقول لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. السلام عليكم.